مشاهدي شوف تيفي، اهلا ومرحبا بكم الان في هذا المباشر من مدينه صدار البيضاء وفي شهر رمضان المبارك. وحنا اليوم في خامس ايام هذا الشهر، هذا الشهر الفضيل اللي نتمناو انه يمر باجواء كلها حب، كلها عطاء، كلها زكاه، كلها تقرب من الله عز وجل. ولكن للاسف هذا الشهر الفضيل يعني عرف جوج ديال الاحداث ماساويه في يومين متتاليين. طبعا الحال هذا الشيء عاشوه الناس ديال العاصمه الاقتصاديه للمملكه المغربيه، هما جوج ديال الجرائم. يعني انا غادي نتكلم، ولكن طبعا الحال المغاربه كاملين عارفين الوقائع اللي وقعوا في راسهم كل شيء. هاد الجرائم هادو وقعوا في مدينه الدار البيضاء. الجريمه الاولى وقعت في منطقه سيدي عثمان، والجريمه الثانيه وقعت في منطقه سيدي مومن. هاد جوج ديال الجرائم مشاهدينا عشناهم يعني تقريبا نفس الطريقه، يعني نفس الوفاه كانت. علاش؟ هي بسبب الطلقه ديال الفيزي. الناس اللي ما كيعرفوش الفيزي هو كان كيستعملوه الجماهير في الملاعب. فيزي هو واحد يعني بحال الشكل ديال فلامه طويله، فاش كيطلقوه كيطير، يعني كيخرج بواحد الجهد، هو يعني بحال الشعله حراريه كتمشي بواحد الجهد اللي هو كبير. وبطبيعه الحال يعني انت ملي كتستعملو في الملعب يقدر يعني مثلا انه ينفجر، يعطي داك الالوان في السماء. ولكن ملي كتستعملو في مثل هذه الاشياء فراغ غيأدي الغير. الجريمه الاولى اللي وقعت في سيدي عثمان، راه الضحيه ديالها شاب في عمر الظهور، الاسم ديالو ايمن، بسبب نقاش بينه وبين شاب اخر في منطقه سيدي عثمان جا فيزي تيرا فيه الراس قتلو. لا حول ولا قوة إلا بالله. هادشي كلشي يعني سمعوا وحضرنا، درنا خدينا تصريحات مع الأب ومع الأم ومع الأسرة ديال الشاب أيمن اللي هو ضحية هاد الجريمة هادي. بطبيعة الحال حتى الجيران في منطقة سيدي عثمان كلشي تكلم على هاد الجريمة البشعة. علاش؟ لأن كيما كتعرفوا جرائم راه كاينة، يعني بلا رمضان راه كاين الجرائم، ولكن في رمضان كيكون الانسان فيه واحد شويه ديال التخشع والتقرب من الله عز وجل. يعني الناس ما كتستبعد ديك الفرضيه ديال انه يقدروا يوقعوا جرائم. فملي كتوقع جريمه كتهز الراي العام، يعني كلشي كيولي يتكلم عليها، كلشي كيولي يهضر عليها. فهاد الشيء اللي كيخلي دائما الجريمه في رمضان كتكون نوعا ما غريبه، الا بغينا نتكلموا بهذا المصطلح. بالنسبه للجريمه الاولى كيف ما قلت لكم، نزاع ما بين جوج ديال الشباب. الله يرحمه، الله يرحم الشاب ايمن. كيف ما قلت لكم شاب مازال صغير، شاب في عمر الظهور، شاب يلاه كيكبر، ربما كان عنده طموح، كان عنده احلام، كان ربما كيقرا بزاف ديال الحوايج، لكن يعني كتاب عليه المكتب وتوفى في هذا الشهر الفضيل جراء هذه الجريمه البشعه اللي وقعت في منطقه سيدي عثمان اللي راح ضحيه ديالها هذا الشاب. طبعا ما نتكلموش على الحاله ديال الاب والام، الله يحسن عوانهم، لانكم كما كتعرفوا الكبده هي هذه، راه كاع الوالدين غيحطوا راسهم في بلاصتهم غادي يحسوا بهم. الجريمه الثانيه، هذه الجريمه الاولى ديال الشاب ايمن، وقعات نهار السبت تقريبا الساعه ما بين 10 حتى 11 ديال الليل، ربما 11 ديال الليل وقعات السبت. وقعت الجريمه ديال ايمن في سيدي عثمان 11 ديال الليل البارح الاحد. تفاجئوا مع وقت الافطار تقريبا وقوع جريمه قتل في منطقه سيدي عثمان، باش طلقت فيزي. الضحيه ديالها على حسب شهود عيان دائما ما عندوش علاقه بالشجار او بالنقاش اللي وقع. شب واحد النقاش بين جوج ديال الناس، وبطبيعه الحال هذا الشيء كنتكلم عليه دابا ما عندوش علاقه بالفصائل الكرويه. كانوا لاعبين ماتش، تخاصموا ربما في هذاك الماتش، واحد الله اعلم منين جاب داك الفيزي ولا واش كان عنده ولا الله اعلم، يعني الحيتيات الظروف والملابس ديال الواقع مازال ما عارفينهاش. جبتيه تيريتي تيريتي غتجي في هاد الشاب هذا، شاب دخل سوق راسو، راه تبارطاجات الصوره ديالو في مواقع التواصل الاجتماعي، يعني تشوفو من وجهه غتحكم عليه. شاب داخل سوق راسو، باينة فيه ما عنده ما صداع، باينة فيه ما عنده ما مشاكل، مشى ضحية مسكين بسبب طلقة ديال الفيزي خاطئة جات فيه قتلاتو. حتى هو ما تكلموش طبيعة الحال على الحالة ديال الوالدين ديالو وعلى الأسرة ديالو، لأن عادي ما يكون
واحد من الاقارب ديالك تقتل راه ماشي سهله شي انسان انه يموت في حادث، الله يسر الله يحط الباس، انه يموت في حادث ولا انه يموت في موتها ديال الله سبحانه وتعالى تقدر تقبلها شي يعني ما وكتستوعب الامر. ولكن ملي كيموت في جريمه قتل كيتقتل بهذا المصطلح هذا تقدر انك ما تستوعبهاش وانك ما تقبلهاش. فلهذا يعني نبغيكم اول حاجه ترحموا على هاد الشباب بجوج، ونبغيو اننا نقولوا للشباب الله يهديكم. هالنتيجه هاد النقاشات والصداعات وانك تهز معاك فيزي ولا تهز معاك جنويه ولا تهز معاك موت ولا تهز معاك الكتروشوك ولا ماطراك ولا كليموجين، راه هادي هي النتيجه. انت خارج الشارع العام راه ما خصكش تهز معاك هادشي، ما خصكش تهز معاك، خصك تفكر فيه. شي دابا الا جينا نتكلموا الا دققنا اكثر في علم الاجرام وفيزيولوجيه المجرم، عمرك غتلقى هذاك المجرم بغى يولي مجرم. ما كاينش شي واحد كيتزاد كيقول انا باغي نولي مجرم، ما كاينش. وما كاينش شي واحد كيرتكب واحد الجرم بالخصوص، ما نتكلموش على السرقه، نتكلموا على القتل، هو يقول انا لا كنت باغي نقتلو، كاين يقول انا كنت ناوي نقتلو. هاد الانسان مستوعب الامر، قتيلات تساوي مؤبد تساوي حبس، حياتي كاع كامله غادي تضيع تساوي. ما كاينش شي واحد غيبغي يمشي يدفن راسو، وما كاينش شي واحد غادي يكون انا فكر بواحد المنطق وقال لا راه هذا خصني نقتلو ومشي يدير الحبس. لا، حيت اي مجرم غادي تسولو يقول لك لا ما كنتش ناوي نقتل. ما نتكلموش على دوك الناس الحالات الاخرى جرائم الشرف وداك الشيء، حنا كنتكلموا على الجرائم ديال النقاشات العاديه ديال انا غنجي مثلا كتفي في كتفك غادي نتناقش انا وياك، هذاك النقاش غيتحول لجريمه قتل. ما كاينش شي واحد لا ما كنتش باغي نقتل. فلهذا الانسان يحضر عقله. انت كتم غادي في رمضان كتلقى كلشي مناقر، كلشي مرمدن، كلشي مخاصم، عرفتي بهذيك التفكير الباطني العميق اللي عند الانسان ولا عند المغاربه بالخصوص اللي ولاو كيفكروا في هذيك مرمدن مرمدن، وكتلقاه ما كيكمي، ما كيشرب، ما مقطوع، ما مبلي، وكتلقاه مشرب على الظهر. علاش؟ حيت بقى داك الترسيخ ديال كيترمدن كيترمدن كيتعصب كيترمدن كيتعصب، صافي كتلقاه انه معصب بلا والو. كما قلت لكم راه ما يكمي، ما يشرب، ما مدمن، ما حتى شي حاجه، ما كيتقطع، ما والو، وقت لقى مرمد. علاش؟ الله اعلم. فلهذا الاخوان الله يخليكم، هذا الشهر هذا راه شهر فضيل عند الله عز وجل، خصنا نتقربوا فيه من الله، خصنا نتقربوا من الدين ديالنا، نقراوا القران الكريم، نتسامحوا، نتآزروا، ماشي ديال هذا الشيء، حشومه اننا نسمعوا شي بلادنا. جوج ديال الجرائم متتاليه يعني ليله السبت وليله الاحد، احنا دابا اليوم اثنين راه كنقولوا الله اعلم، الله يسر والله يحفظ والله يحفظ الباس والله يحفظ وليداتنا، يعني راه ما عارفينش ما هو الاسوء ولا شنو غادي يوقع اليوم. فلهذا كنتمنى ان الرساله توصل للشباب، الله يهديكم الله يهديكم الله يهديكم، راه النتيجه هي هذه، راه واحد في القبر وغادي يضيع وغادي يضيعوا فيه والديه، وواحد في الحبسه وغادي يضيعوا ويضيعوا فيه والديه. كنتمنى ان الرساله تكون وصلت، وهنا مشاهدينا كنتهي المباشر الى مباشر اخر ان شاء الله.